لمرحلة نطلع فيها بالإسعاف بسبب فيروس كوفيد 19 أو ندخل المستشفى زي ما احنا الآن موجودين في مستشفى الأوروبي، ولكن مش مرضى، جايين زيارة ودعم الطواقم الطبية من خلال تقديم زهورات ابن النفيس ومحل السيفيا الآمن. ناخذ بالنا كويس، نلتزم بقرارات وزارة الصحة، التباعد الجسدي، لبس الكمامة، الالتزام بالحظر حتى ما ننشر الفيروس أكثر، تعامل مع نفسك إن أنت مصاب، لا تؤذي الآخرين، خلينا نقوي مناعة، نشتغل بشكل صح، لأنه الصحة أمانة لازم نحافظ عليها. من داخل مستشفى الأوروبي، الموضوع يا جماعة خطير، موضوع مش مزح، لازم ناخذ بالنا كويس، لازم نقي أنفسنا كويس، نلبس الكمامة، تباعد الجسدي، حتى ما نصل لمرحلة إنه إحنا ندخل المستشفى بسبب الاستهتار وبسبب اللامبالاة. لازم نقوي المناعة من خلال التغذية السليمة، من خلال اتباع الإرشادات والنصائح من الجهات الرسمية. لازم بالفعل نتبع النصائح والتعليمات سواء من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، بالذات في موضوع الحجر وعدم الخروج، حتى نحد من الانتشار الكبير للفيروس. نصيحتي لكل الشركات والمؤسسات، احنا بنعيش في مرحلة استثنائية وبحاجة إلى دعم استثنائي. قدمنا لبعض للمرضى والطاقم الصحي مبادرة من ابن النفيس، وهي زهورات طبيعية ومحل السيفيا. ياريت أي شركة أو مؤسسة بتقدر تقدم أي خدمة للمرضى ما تقصر، لأنه إحنا في وضع استثنائي نحتاج دعم استثنائي.